steps I'm taking. Got my heart's desires. Till I'm living for you, a disciple of truth. أهلا بكم معنا، اسمي ديفيد كايل فوستر وأنا مضيفكم في حلقة اليوم. قد تكون أسوأ مشكلة سواء في الكنيسة أو خارجها اليوم هي الانحراف الجنسي. هل جربته؟ فأنا وقعت فيه لسنوات عديدة. الملايين يحاربون في هذه المعركة في داخلهم ولا يعتقدون أن الله يمكنه أن يحبهم، وهم يخشون أن يعلم أحد بما في أفكارهم فلا يقترب منهم، ويظنون أن ليس لهم رجاء في النصرة. وهي معركة لكل الرجال بحسب ستيفن أرتربرغ، مؤلف سلسلة كتب ناجحة بهذا العنوان، وهو أيضا ضيفنا العزيز لهذه الحلقة. كتب ستيفن عن إدمان الجنس لأنه عانى منه في قلبه وعقله لسنوات، ويعرف كراهية النفس التي تؤدي للانحرافات المسيطرة على مدمني الجنس، وهو يعرف جيدا مشاعر الهزيمة والفشل والخوف المضني من أن الله لا يمكن أن يقبل شخصاً يثار بهذه الممارسات المنحرفة. ولكن ستيفن آرثر بيرن يدرك أيضاً نعمة الله والقوة التي تعطيها تلك النعمة لتطلق الأسير حراً، وسوف يخبرنا عنها في حلقة اليوم. ما سبب معاناة المؤمنين مع الأمور الجنسية؟ لأن هذه المشاكل لا تنتهي، وفهم السبب وراء هذه المشاكل سيؤدي للحل. فإن كنت تعاني منها فأنت واحد مثل باقي البشر ومن الكنيسة أيضا، وإليكم أسباب معاناتكم، وأنا معكم أيضا مع الأمور الجنسية. رقم 1، أننا ساقطون. أعلم أننا في المسيح خليقة جديدة، الأشياء العتيقة مضت والكل صار جديدا، وفي اللغة اليونانية يتضح أن الأمر لا يحدث في التو وبالكامل، ولكنه أشبه بالحمل. عندما نخلص تكون عملية التغيير قد بدأت داخلنا ثم تتمم عملها. يجب أن ندرك أيضا أننا ما زلنا مخلوقات ساقطة، لكننا نعيش بالإيمان، نمرض ونكبر ونموت ونتعثر في الطريق، لكن لنا رئيس كهنة نجري نحوه. اختبر حياتنا وهو يفهم التركيبة البشرية، ومكتوب أننا نقدر أن نجري نحوه بثقة لنجد نعمة وعون. ولأنك إنسان ستبقى معتمدا على الله بسبب طبيعتك الساقطة التي تعرضك لمشاكل الجنس. أنت الشخص الضعيف وهو القوي، وهذا أمر لن يتغير، وسيكون لفائدتك إن جريت تجاهه وليس بعيدا. السبب الثاني لمعاناتنا، نحن نعيش في عالم ساقط هو من صنع الساقطين، ومثل ناي الساحر فالثقافة الحديثة من الممكن أن تجعل أي شخص يضل. فكثير من الناس ضعفاء من الداخل، لكن يتم دفعهم للانصياع إذ أن البيئة تشجعنا أن نشتهي الجنس. إن من حولنا يشجعوننا أن نحيا بالمشاعر ونشرب من هذا الشراب عن طريق الإعلام، وعلى مدار السنين يبدأ هذا في تكوين اتجاه حياتنا الشخصي. فإن كنت تستمع لناي الساحر هذا، استمع لله وكلمته وسر في هذا النور، وتحمل مسؤوليتك وعد للطريق الذي يحميك مع الآخرين، حتى عندما يأتيك ناي الساحر بالطريق الخطأ تتجاهله. وهذا يأتي بنا للسبب الثالث، أحد أسباب الحرب مع الجنس هو إبليس. فهو لا يرغمك، لكنه يعرض عليك فتختار، وهذا نسميه التجربة. يجعلك الشيطان تسدد احتياجك للحب بطريقة خاطئة، فإن وجدك لم تحصل على الحب سيعرضه أمامك لتجده. فإن لم يكن لديك أب سيرسل رجلا في حياتك، أو كنت في الصغر جائعا للشعور بالقيمة سيعرضه أمامك. يعرف احتياجاتك وهو ماهر جدا في كيفية خداعنا. فنحن نبرر ما نفعله عندما يهرب الراعي مع مساعدته يقول: هل قال الله إنه خطأ؟ نعم، لقد قال الله لا تزني. من الجيد أن تكون واضحا وتقول: أنا أريد هذا الأمر، فليس هذا تبريرا. لكنك قد تقول: هل أراد الله ألا أفعل ذلك حقا؟ و
وما يقلقني كراعٍ أنك تريد عذراً لما تريد أن تفعله، وهذا يجعلك قابلاً للخداع من الصوت الذي كان في الجنة. هل حقاً قال الله لا تأكلاني منه؟ فإبليس يقدر أن يخدعنا ويجربنا. ثم السبب الرابع لمعاناتنا مع الجنس، تقدر أن تنتهر الشياطين لكنك لا تقدر أن تنتهر هرموناتك. نحن نصارع مع الجنس لسبب واضح، فنحن مخلوقات جنسية لنا دوافع بيولوجية في دمائنا للممارسة الجنسية، وهي تنفجر في البلوغ حيث تزداد الهرمونات بنسبة 600%. ومن الطبيعي أن تشعر بضغط، ليس هذا من إبليس أو تربيتك الخاطئة، هذا ضغط جنسي، وليس الله ملاما عليه. هناك أناس ذهبوا لله وقالوا يا رب انزع عني هذه الرغبات الجنسية، فيقول الله لهم لا، لن أنزعها منك، بل أنزع الخطية والذنب. يجب أن تتبع نعمتي وإرشاداتي التي في الكلمة حتى تقدر أن تطيعني. فيجب أن نحكم على الجسد ونتحكم في هذه الرغبة، وإلا ستتحكم هي فينا. كلما غذيتها تحكمت بك أكثر. ثم بالطبع سبب آخر لمصارعتنا مع الجنس، السبب الخامس وربما أكبرهم، كلنا نحتاج للحب. كل من يسمعونني الآن هم مثلي في احتياج للحب والتقدير والقبول، لكن الكثير منا قد خرج من طفولته خالي اليدين بدون أن يملأ جعبته من الحب، حتى أن الكتاب المقدس ذكر هذا المبدأ من آلاف السنين في أمثال 7:27، فمكتوب: من يملأ بطنه من الطعام الجيد لا تبدو له الحلوى مغرية، أما من يتضور جوعا فكل شيء مر سيبدو حلوا له. وبكلام عصرنا فإن الحب السيء هو أفضل من عدمه. فكم من المؤمنين في عائلة الله يذهبون للكنيسة ويقرؤون الكتاب، يصلون ويصومون ويفعلون الأمور الصائبة ليس فيها من عيب، لكن هذا لا يشبع شعورك بالحب. فالعلاقات السليمة هي الوحيدة القادرة على ذلك، مع الله وهو الأهم، ومع الآخرين فالله فيهم. ومع ذلك كثيرون يقومون بنشاطات دينية في كل نهاية أسبوع، لكن قلوبهم جائعة، مما يجعلهم ضعفاء ويبحثون عن الحب، فتتمكن القوى والاختيارات العتيقة من خداعنا. فإن عرفنا هذه الأسباب سنفهم سبب صراعنا، وأن الله يفهمها، لذا نقدر أن نذهب له ليحمينا، فهو يفهم محنتنا، نقدر أن نجد الرحمة والعون في حينه. فإن كنت تعاني فأنت من البشر، وفي أحضان الله الذي يفضل ابنا ضالا لا يتوانى أن يجري نحوه ويطلب معونته منه. فكانت هذه أفكاري، وإلى لقاء آخر. كنت أعتبر شخصا غير ملتزم في الجامعة، وحملت مني فتاة، دفعت نفقة الإجهاض، و أعرف كم الدمار الذي يأتي من العواقب. وأذكر عندما كنت أعزب كانت لي علاقة بامرأة متزوجة، وقد كان هذا أسوأ شيء على الإطلاق، فأدركت أني أحتاج أن أعمل تغييرات جذرية في حياتي. فعندما أكتب عن الانحراف الجنسي وإدمان الجنس فليس هذا من وجهة نظر طبية، ولكن اختبرت بنفسي الدمار الناجم عن الجنس المحرم والحب المحرم، وأعرف أنه يكون إدمانا. عرفت الكثير من الناس الذين شاهدوا أفلاما إباحية من سن صغير، وهذا الأمر أثر على طريقة إدراكهم وتفكيرهم في الأمور في حياتهم التالية. ونظرا للتعرض لهذه الأفلام في حياتهم، أصبح هناك نمط في حياتهم أصبحوا فيه يفكرون فقط في إشباع أنفسهم وفي إمتاع أنفسهم. ولا أعلم العلاقة بالضبط، لكني أعلم أن التعرض مبكرا لأفلام الإباحة يجعل من المرأة مجرد شيء، مما يؤثر على رؤيتك لها كامرأة، وفي الغالب سيؤدي هذا الأمر إلى انحراف جنسي في الزواج، سواء الزيادة في المشاهدة لأفلام الإباحة أو الدخول في علاقة آثمة. فمن المهم أن يتوقف الناس ويقرروا ما علاقتي بالأفلام المليئة بالخلاعة والجنس والحب المحرم. هل هذه الأمور تسيطر على دوافعي وعلاقاتي وعلى كل أفعالي؟ فإن لم تواجه هذه الأفكار الشريرة ستضر زواجك وقد تدمره. عندما تقرر أن تدخل المعركة وتحارب، يجب أن تكون لديك خطة تتبعها.
يجب أن تحمي عينيك مما تراه وتحمي عقلك من الأفكار، ويجب أن تحمي قلبك. فبجانب محاولتك حماية عينيك وعقلك وقلبك وتجنب التعرض إلى الأفلام الإباحية أو العلاقة الغير سليمة أو هذا الجنس المحرم، يجب أيضا أن تبحث عن الحميمية في الزواج، أن تبحث عن التواصل، الأمر الذي يجعلك أكثر قدرة على النصرة لأنك طلبت هذه الحميمية من خلال علاقة شرعية حقيقية وليس فقط تجنب الأمور السلبية. من الأمور الفكرية الكبرى موضوع ما هو حقي، وله علاقة بإدمان الجنس. يعتقد الكثيرون وهم في العزوبية أن هذا حقهم، فهم لا يرون الكتاب. هذا ما يفكرون فيه، وقد لا يعلمون ما يقوله الكتاب. لكن بعض الرجال يشعرون أن من حقهم أن يجربوا ما يريدون. يعتقد الكثيرون أنهم أن تزوجوا سيتخلصون من كل ما كانوا يفعلونه سابقا، وأنك أصبحت شخصا آخر بالزواج، لكنك تأخذ كل ما كنت تفعله في السابق كعازب إلى زواجك، فيكون نفس الصراع في الزواج. ولو رأيت هذا من حقك ستفعل ذلك متزوجا، وتطلب من زوجتك أكثر مما تتحمل، فتشعر أن من حقك أكثر، وتشعر بالحنق من زوجتك، وتبدأ في رؤية الأمور السلبية فيها فتنتقدها، وتزيد من شعورك بحقك في التعويض، مما يعطيك الحق في رأيك أن تجرب شيئا خارج نطاق الزواج. وهذا طبعا بسبب اعتقادك أن من حقك ممارسة الجنس بالكيفية التي تحلو لك. أهلا بكم، إننا نقدم كثيرا من المعلومات في برامجنا، وأعلم أن الوقت يمر سريعا. نتكلم عن مشاكل جنسية مختلفة، ونريد أن نوجهكم إلى مصادر مختلفة، منها ما أمسكه الآن، وهو كتاب كتبه ديفيد كايل فوستر. هذا الكتاب القيم الذي يدعى الشفاء الجنسي يعالج مواضيع متنوعة قد ترغب في معرفة المزيد عنها، سواء كانت تهمك أو تهم شخصا يهمك أو صديقا. وإن كنت راعيا فسوف تحتاج أن تعرف عن مواضيع ليست مطروقة في المحيط الكنسي. ديفيد يتعامل في كتابه مع أمور مثل اضطراب الهوية، ثنائية الجنس، اغتصاب الأطفال، والتعامل مع المعتدي، ولضحايا الاعتداء كيفية التعامل مع واقعهم. المواد الإباحية وإدمان الجنس أمر مهم، وكذلك العادة السرية المنتشرة جدا، ومن الجيد أن تعلم أنه مع المشاكل توجد أيضا حلول. كتاب ديفيد يساعدك على تفهم الأمر والتخلص منه. لذا احصل عليه، الشفاء الجنسي، احصل عليه من purepassion.us. إن الكثير من الذين يدمنون الجنس يكرهون أنفسهم جدا، وهم يريدون أن يحصلوا على خبرة جنسية من نوع ما تكون بعيدا عن امرأة معينة، فلا يدينهم أحد أو يقيمهم أحد، لا يريدون القيود، وأيضا يريدون الحرية من التواصل. وبسبب هذه الكراهية يرون أنهم لا يستحقون علاقة سليمة، أو يدمرون العلاقة السليمة القائمة فعلا، مما يتطلب أن نذهب لنساعدهم ونعاونهم في هذه المشاكل حتى يختبروا محبة الله ويؤمنوا أن الله قد غفر لهم وأنه يحبهم وأن له خطة في حياتهم. إن قرر الشخص أن يواجه سبب هذه الكراهية التي غالبا ما تكون إما من أب ثائر أو والد بعيد وقد هجره، أنا أؤمن بالعلاقة التي في المجموعات، مجموعة صغيرة مترابطة. عندما تكون منفتحا على الآخرين والكل يتشارك، فالمجموعة الصغيرة تصبح مثل أسرة ثانية تقدر أن تعالج ما قد دمرته الأسرة الأولى. لذا أنا أؤيد بشدة فكرة طلب المشورة ثم الانتقال إلى المجموعات، وإن لم تكن فابدأ واحدة، وعلى المشيرين أن يقولوا لمن يعالجونهم ذلك. وإن رفض الشخص فكرة المجموعة فعلى المشير أن يخبره أنه هو الملام على ما يحدث له من جهة شفائه. لذا لابد أن تبحث عن أناس لتبدأوا، لأننا فيها نختبر الحب، ونقدر في النهاية أن نختبر الحب في أعماقنا، ثم نقدر أن نتغلب على ما حدث في الماضي. وجزء من عملية الشفاء هو الحزن على ما فقدته، بدلا من التمادي في هذا الحزن والألم، اعترف بحزنك وتخلص منه وتعداه، وهذه طريقة أخرى للتمتع بالشفاء.
وكثيرا ما أقول للناس الذين أرى عندهم غضب تجاه الله، أقول لهم: أتدري شيئا؟ لابد أن تغفر لله. ليس أن الله أخطأ في شيء، لكن الله لا يدير العالم بالطريقة التي تراها مناسبة، فترى أنه كان يجب أن يحميك من شيء ما، أو ترى أن شخصا كان يجب أن يشفى من مرضه، أو أن يتجنب موقفا ما. فيجب أن نغفر لله أنه لا يدير العالم بالطريقة التي تناسبك، لأن الله لا يدير العالم بطريقتك أنت الخاصة. لذا سلم له، اغفر لله أنه لا يفعل ما تريد، كما تعطي العذر لأي شخص قد جرحك، ثم احزن على ما فقدت، أي جنة عدن، لأن ما تريده هو جنة عدن. هذه هي الحياة التي ترغبها، فكلنا نرغب ذلك. فيجب أن نحزن على ما فقدناه، ومهما كان الأمر الذي تسبب في الألم الذي جعلك تكره الله، تعامل معه، احزن على فقدانك إياه، ثم تقبل الواقع الموجود، وسترى كيف سيستخدمه الله عندما تبدأ في العمل وفي خدمة الآخرين، خصوصا الذين يعانون من مشكلتك. ستحب الله ولن تكون غاضبا عندما تعمل معه، فيمكن إعادة إقامة العلاقة مع الله مرة أخرى. سيكون من الصعب أن يختبر أحد الحميمية مع الله إن كان لم يختبرها مع شخص آخر أكبر عندما كان صغيرا، لكن يجب أن نصل إلى مرحلة فيها نتحلى بالقلب الذي يسلم لله، وفي هذا التسليم نطلب من الله أن يشفينا. وعندما نطلب من الله الشفاء سيجعلنا في شركة مع الآخرين كما كان يسوع. لذا نريد الشركة، ومن خلال هذه الشركة نقدر أن نعمل على التحلي بالحميمية والتبادل أيضا والانفتاح والارتباط مع الآخرين. عندما نتعامل مع هذه الأمور لنعالجها سنقدر أن نقترب أكثر من الله، فليس الأمر أن نخطئ ثم نرجع للرب، لكن أن نفهم أن الله لم يأتي ليديننا على الأخطاء، لقد جاء ليطلبنا وينقذنا وليعطينا حياة أفضل. إنها عملية ولن تقدر أن تقوم بها، بل لابد من الله معك، وعليك اتخاذ القرارات والتواصل مع آخرين. عندما تكون في علاقة مع الله ستبدأ يومك وتنهيه معه وتأخذه معك في كل مكان، فهو متوغل في حياتك. فالله ليس هذا الشخص الذي تلتقيه يوم الأحد ثم يتغير الوضع يوم الاثنين. إن رأيت الأمور أو حاولت أن تراها من وجهة نظر الله وتبدأ محادثات مع الله والصلاة بدون توقف هي جزء من الحميمية مع الله، ستشعر أنه في صفك، فترغب أن يكون جزءا كبيرا من حياتك بدلا من شيء ممنوع الاقتراب منه. وتأتي هذه الحميمية من الصلاة وقراءة الكلمة ومن الخدمة من خلال فعل الصواب. عندما تفعل هذا وتصبح مسؤولا وتسعى لخدمة الله، بذلك تنمو العلاقة. لكن عندما تترك الله أو لا تهتم به، تنكسر هذه العلاقة وتصبح وحدك في هذه الحياة. أهلا بكم، نحن نرغب أن تتطلعوا إلى مواد مختلفة، وهناك كتاب آخر كتبه ديفيد كايل فوستر، الكتاب نتغير إلى صورته، يتكلم عن كيفية رجوع الحياة للطريق السليم ثانية. وبالنسبة للكثير منا من الذين عانوا من اضطرابات جنسية، ما هو الطريق السليم وكيف يبدو؟ وديفيد يتكلم في كتابه عن مفاهيم مختلفة كيف تصبح متعافيا، لماذا يستمر البعض في الخطية والبعد، و كيف يتكون الخادم؟ كيف تواجه هذه الأمور وتتقدم في الحياة؟ هذا الكتاب من واقع خبرة كاتب مر بما يتكلم عنها، بجانب أنه مدير مؤسسة تتعامل مع الناس بغض النظر عن بلادهم أو قاراتهم. هذا الكتاب يقدم حقائق شافية. إن كنت ترغب في معرفة المزيد عن كيفية الحصول عليه، قم بزيارة موقعنا purepassion.us لطلب كتاب ديفيد نتغير إلى صورته، وهو الأمر المهم. زورونا ثانية في purepassion.us لتطلب الكتاب. بالتأكيد عندما يشاهد أحد هذه الأفلام ينشط المخ و يطلق هرمون الدوبامين في المخ، وهو مادة إدمان في المخ تشعر الفرد بالسعادة. لكن عندنا القشرة الأمامية في المخ
التي تقدر على التحكم كليا في الأمر وهي مكان اتخاذ القرارات، فنقول إن هذا يسعدني، لكن توجد عواقب له فسأقرر ألا أفعله، فلن أقود بسرعة كبيرة لأني قد أصطدم، والعاقبة هنا أكثر فداحة من الإثارة التي على سرعة 150 ميلا. فلنا أن نقرر، إن كنا نحافظ على أنفسنا قادرين على الحكم، فإن كنت سكرانا أو تحت تأثير الجنس فلن يكون حكمك سليما، لذا نحتاج المساءلة. لذا عندما نتعرض للمحاسبة ونتخذ القرار بالالتزام سنقدر أن نتغلب على الأنماط القديمة والطباع التي لنا. نحتاج أن نتمتع بفكر المسيح وأن نتأمل في الكتاب ونحفظ أجزاء منه. الخلوة مع الله تغير الأمور التي كانت تحدث في المخ، لكن أهم شيء طريقة التغيير، وهي أنك شيئا فشيئا ستختار أن تشعر بالاضطراب، تختار أن تشعر بالقلق، تختار اختبار الشعور بدلا من التخلص منه وتجاهله عن طريق علاقة ما جنسية. وعندما نقرر أن نختبرها ونجد أننا نقدر أن نحيا بها ونتأقلم معها سنصبح أقوى، وتعكس هذه الطباع ولا نعود نجوع إلى المادة الكيميائية في المخ، سنصبح عاديين. إن الأمر يبدو وكأن شخصا يعاني من الخوف من الطيران، فتذهب معه في رحلة الطيران وتجعله يواجه مخاوفه، لا تجعله يتجنب الطيران، بل تصعد مع هذا الشخص على الطائرة. وكلما تعلم عن تكوين هذه الطائرة وعن خصائص الديناميكا الهوائية، كلما رغب أكثر أن يسلم إلى قوة أكبر من قدرته، أي الطيار. كلما كانت علاقته أقرب بالطيار، كلما استطاع أن يشفى ويتقدم، وهذا ينطبق على كل ما يسبب لنا الاكتئاب. يجب أن نثق في الله، أن نثق في قوة أكبر منا، ويجب أن نتواصل مع الآخرين ونتعلم عن هذه المشاعر، ونتعلم هنا أن الأمر يتحسن. فلو مررت بالاضطراب وإن اختبرت الحزن لأني أريد ذلك فسوف أتحسن، وليس معنى هذا أني سأظل أهوى وأهوى، فقد تعلمت على القلق أنني سأشعر أني لا أطيق نفسي، لكن ما أن فعلت ذلك تحسنت، خصوصا إن كان هناك معي شخص بجواري في الطريق، سأنجح وأكتشف أنني أقدر أن أعيش دون أن أعتمد على الجنس أو الكيماويات أو أي شيء يساعدني أن أتخلص من مأساتي أو المشاعر التي أريد تجنبها. إني أتكلم عن الوقت الذي نرى فيه أنه لا شيء أمامنا سوى الله، ونشعر بأننا نتألم وليس أمامنا سوى الله، وهذا الوقت من الممكن أن يكون وقت للمشاركة في ألم المسيح والعبادة والاشتراك أيضا في معاناة يسوع التي مر بها، والاشتراك في شركة آلامه. أعتقد أن الألم والعذاب، هذا الاضطراب، من الممكن أن يأخذنا من العالم حتى نقدر أن نتعامل مع هذه الأمور في نفوسنا، والأمور التي تمنعنا من اختبار هذه الحياة الغنية وملء الحياة مع الرب. إن الصليب هو أمل الوحيد، أعني بدون موت المسيح على الصليب فلن أقدر على شيء، لن تكون لدي الكفاية أو لدي القدرة، لن أكون على المستوى المناسب، وسأطرد من السماء بدون الصليب. أنا أعرف أن الله إله قدوس حقا، ولا يستحق أحد أن يكون في محضر الله، والله إله عادل ويجب عقاب الشر، ولا يمكن أن يوجد الشر في محضر الله. لذلك أتى يسوع وتمم خطة الله المعجزية، أخذ عقاب الشر على نفسه، تم عقاب الشر على الصليب، وأقدر أن أكون في محضر الله لأن يسوع محى ما كان علي، وتم العقاب على كل الشر على الصليب، وأصبحت حرا من خطيئتي ولست حرا من العواقب. إن فهمت ذلك فلن أقدر أن أقول لقد سمحني الله وأفعل خطية مرة أخرى. إن فعلت ذلك تجاهلت عواقب الخطية والشر، وهذا مدمر، فيجب أن نتجنب الخطية ولا نعود لها مستغلين نعمة الله، لأننا لا نريد تلك العواقب، بل نقترب أكثر من الله ونطور علاقتنا الحميمية معه.
لكن ما كنا نقدر أن نقترب بدون عمل الصليب، ولذلك فالأنظمة الدينية بدون الصليب لن تنجح أبدا، فهي لن تقدر أن تدخلك السماء، فليس لها معنى، لا أحد يستحق أن يدخل السماء. عندما نتكلم عن الكنيسة الجامعة، هناك أمور عديدة مختلفة يجب على الكنائس فعلها، فبعض الكنائس المعينة تبلي فعلا بلاء حسنا، فهم يتكلمون من على المنابر عن المشاكل ويعترفون بالخطية، ولديهم مجموعات دعم ومجموعات استشفاء، فهم يحتضنون احتياجات الناس للمشورة، ونقدر أن نرى التغيير يحدث. ليس عليك أن تلبس قناع الابتسامة وتقول كلام كذب ثم ترجع للبيت وتسأل عن سبب سطحية الكنيسة. فإن كانت كنيسة لا تتقدم منفتحة على المشاكل، وهي كثيرة وأسمع عنها دائما، هناك راع لا يريد مجموعة، لا يريد الاستشفاء، فهو لا يعترف أصلا بوجود مشكلة، وأعتبر هذا إنكارا. لذا فأول ما يحتاجونه أن يدركوا أن أسرهم ليسوا مختلفين عن باقي الناس في الكنائس الأخرى، ويجب أن يلبوا الاحتياجات، والإنكار من جانبهم لن يجعل الكنيسة تبدو أفضل، بل يجعلها غير فعالة. كلمات حكيمة من ستيفن أرتربيرن. قد يكون تكلم عنك أو عن شخص تحبه. لا توجد أي هوة أعمق من أن يصل لها الله، كما قال كوري تنبوم بعدما نجا من معسكرة النازيين في الحرب العالمية: يسوع لديه القدرة أن يطلقك حرا وأن يحميك من السقوط لتريد الحرية. هل أنت مستعد لدفع التكلفة؟ هل أنت مستعد أن تنظم حياتك حتى يحكمها الرب يسوع المسيح وليس الجسد؟ حسنا، لنصلي ونطلب من الله أن يحررك. يا أبانا السماوي، نعلم أن لك السلطان في السماء وفي الأرض كي تحررنا، ولا تطلب سوى أن نطلب الحرية من كل قلبنا، أن نريدها للأبد، وأن نطلبها من ابنك يسوع المسيح. ونحن نوافق على طلباتك يا أبانا، نحن نرفض ونتوب عن كل طرقنا الردية، ونرتمي بين ذراعيك المحبتين. نريد أن نتحرر حقا، نحيا من أجلك ونعبدك للأبد. دمر يا أبانا عمل إبليس في حياتنا، أعطنا الرغبة المقدسة والقوة التي نحتاجها، اشف المناطق الجريحة، واجعلنا نتقابل مع من يكونون يدك وصوتك لنا في مسيرتنا في درب الحياة الصعب، منتظرين المجيء المجيد لابنك مخلصنا يسوع المسيح. نطلب ذلك في اسم الرب يسوع، أمين. تحتاج أن تزور موقعنا الإلكتروني حتى نتابعك، وتقدر أن تستفيد من كثير من المواد التعليمية الموجودة به، فهي تساعدك في طريق حياتك الجديد. ستجدنا في purepassion.us، وستجدوننا هنا كل أسبوع. حتى نلتقي، الرب معكم.